أجل تسهيل حركة المرور وتوفير جو من الراحة والطمأنينة للمناصرين والعائلات، وذلك من خلال وضع تشكيلات أمنية بجوار الملاعب، الفنادق المخصصة لإيواء اللاعبين، وكذلك أماكن التدريبات. وتدعم هذه التشكيلات بفرق ووحدات لأمن الطرقات التي تعمل على كذلك تسهيل حركة المرور عبر شبكة الطرقات الرئيسية والثانوية، كما تستعمل في تأمين هذا الحدث الرياضي كذلك الطائرات من أجل التغطية الجوية لتوفير الصور، وكذلك الصور الجوية لأفراد أمن الطرقات من أجل اتخاذ القرار المناسب. ومن هنا ننصح الجمهور الرياضي بضرورة استعمال وسائل النقل الجماعية من أجل تفادي الازدحام المروري.